تاكسي تاكسي. يلا امشي امشي. برأيي هذا رح يكون أحلى. هذا بيلبق لها أكتر. إيه صحيح. متأكدة إنه رح يعجبها. عجبني موديله كتير، بس خلينا نستنى لتطلع. أصلي كيف طلع الفستان؟ أصلي جاوبيني بنتي. كأنه خجلانة. أصلي خانم، أنت بحاجة لمساعدة؟ ليكون صاير شي بدي فوت شوفها. أصلي جاوبيني. انت خليكي وراي احسن ما يصير شيء. تعالي. طيب ليش رن جرس الإنذار؟ ما بعرف، كل فترة بيصير هيك. يعني خفنا على الفاضي. على لحظة فكرت إنه أصلي رجعت. أنا بس فايت بدل تيابي وبعدها برجع فورا لهون. شوفي جو اسطنبول كيف يا مدام، قبل شوي شكله هلأ اتغير. صحيح، الظاهر حس علي. ألف حمد وشكر لك يا رب. ايه ضل دغري وبعد على اليمين. من هون اختي؟ ايه اخي. تفضل معلم. ايه تمام. ايه وقف لقدام شوي هون لو سمحت. يا سلام أخي كمان بالبيت. طيب وقف لو سمحت، بس يا ريت تنطرني شوي لجيب مصاري من البيت لحتى حاسبك. مو مهم أختي، تفضلي خدي الموبايل من إيدي. ليش ما فهمت؟ الاتصال إليك أختي. تفضل. برافو عليك، أحسنتي تهربي مني. أنت كيف لقيتني؟ أنا ما ضيعتك. بشو رح نبلش أخي؟ طالما بدها تهرب خلوها تهرب لك، خليها تهرب وتشوف شو رح يصير فيها وقتها. حلو، رح نلعب يعني. مصطفى، الباب الخلفي لمحل الفساتين لسه بينفتح على الشارع، ما هيك؟ ايه حلو كتير، منلتقي بعد ساعة. إذا نزلتي من التاكسي هلا؟ ايه طبعا رح انزل، ماني عبدي عندك. اسمعيني منيح، لا تخطي خطوة واحدة، في كتير رجال مسلحين حواليك. ما رح صدقك بنوب. عن جد؟ طيب اطلعي على شباك البيت يلي وراكي وعلى سور البيت يلي جنبك، عندن هدف واحد يا أصلي، أخوكي.
عفوا مرت أخي، ممكن الموبايل؟ أنا مو مرت حدا. وهي وصلنا. Ooh.